السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير كديرين؟ كيف حالكم؟ لاباس عليكم. اش كتعاودوا؟ خليت واحد السيده، انت دابا ملي كديروا انا وعيت التخدم فكرتني واحد السيده قالت لي في لي كومونتير، قالت لي توحشنا نعيمك تقول السلام عليك يقول كديرين وكذا. يعني دابا نتوما وليتوا حافظين شنو كنقولوا في الفيديوهات التقديم ديال الفيديو. صافي ما كنبغيش نغيروا المقدمه، باش هكا تبقى ديما هاد الكليب بقى هكا سبيسيال. صافي زوين كيعجبني بكل صراحه. المهم هذا ما كان اخوتي العزاز، المهم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم النهار ديالنا. نيت الصراحه خاصني شي تقضيه للدار، الثلاجه خاويه، خصني ناخذ شي حوايج خاصني ضروري. دونك قلت لعلي غادي يديني يوصلني، واذا بقى عنده الوقت يمكن يبقى معايا. المهم على حسب، واذا ما كان عنده الوقت راح يراعش اكزاكتو. المهم قديت حالتي بحال ما هكا، لبست هاد التوني هكا من فوق، ولبست هاد الجين بحال ما هكا، سيتو يعني كومبين لي طبيعي وخفيف ظريف. المهم ما شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا النهار ان شاء الله الى كتاب. المهم الجو بصراحه غادي يودع الصيف، مبين عليه حيت اليوم حار 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 ديال بصح، وملي كيكون الجو حار عرفوا انه الصيف غادي يودع اكيله. المهم هذا ما كان، المهم صراحه عجبني هذا البابي بان هكا، شفت كيبان ملي كدير التصوير كدير الفيديو شحال كتبان شي حاجه اللي مغيره بصراحه، وبصراحه كيعطي عطي ضوء للصالون زوين صراحه لله. ايوا هذا ما كان اخوتي العزاز، المهم خليكم معايا باش تشوفوا كاع لي ديطاي. يلا علي قول شنو كان سميتها؟ ما قالك حلوه يا بلدي. شوفوا علي عزيز عليه الاغاني هيك العربيه كنت فرشتهم بزاف، واصلا 100% منهم علي تعلم هكا العربيه، يجيب العربيه كوهام صراحه لله. خرجتها من الدار دابا، الجو حار حار حار، شوفوا ضربوا لي على التبوكيصه وبزاز يا خوتي. المهم انا اليوم ضربت بالحاله شويه ديال الغوج على بغو شويه ديال الاحتياط باش توجيه هكذا. ايوا هذا ما كان، غادي ديريكتومون نمشيو نتقداو في المول، اسطنبول قريب من الدار صراحه 10 دقائق ميم با. نمشيو لميكروس نتقداو تماك، حيت تما كناخذ راحتي كثر صراحه لله. هو وفيلي ما فيلي ما بقاتش كتعجبني، حيت ملي كيشوفوا شي حد هاز الكاميرا وكذا كيقول ما بقاش تصور. انا قلت له ما بقاش نصور، ما بقاش نجي عندكم حتى الميكروس كمان فيها ماركات تيكي اكثر من فيلا. فيلا فقط لحالها المبيع الماركات، حقيقة انا فيلك اختيار اكثر بصراحة بالميكروس. بالضبط هاي القصة كمان، هي وهادشي اللي كاين اخوتي العزاز. المهم صراحة سحام 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 اليوم الحد، زعما قلنا ما غادي يكون حد ولكن بالي كان من طلع على الكلمة انت قال اليوم الاحد مصباح هو كيقول لك يا نعيم عرفتي اليوم الحد غادي ناخذ راحتنا. لا ضربتي بالعينة يا بجاك بشيء اخر واحدة ابي سير والله روقة 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 ضروري نعيمة نعيمة ما شاء الله ما شاء الله ايوه هذه واعرة تمام ايفيت بزاف غناخذ هكذا باش ما يخسرش نعيمة وها الحين شو عم تاخذي لنا؟ شوفوا هذا الطماطم اللي عليه في الفطور كان ناكلو منه عادي كيعجبونا بصراحة، عكس الطماطم الكبار. ايوا ناخذها باش عشرة الحبات. اها اصلا دابا داخل البرد ما غاديش يبقاو بس لا كمان حلو حلو بالفطور ما يفتح الشهية. راح شوفي اهم شيء تشبع عينه بعدين بطنه. باش ما يخسرش صافي ما تاخذوش الدم ديالك. ايه صح. هذا بقى. بعد ناخذ كناخذ حنايا شويه بشويه. ايه في قريب بالماركت فيه بصراحه.
ايه يعني يكون هذا ما يكون سكر سكر تنوع واحنا غير شكنا ونحن غادي نعم يضم ايه هاي امبلاج احسن شكلها وعيني بس تاريخها تاريخها منيح ذكرني على الميز دمه في سوبر فريش تحت عين اثنين اثنين او ثلاثة مع بعض سوبر فريش احسن ماركة عندي اها المهم خصي عزاز احنا باقي هنايا كندورو كنقلبو داكشي اللي خاصنا وكل شيء المهم خلي دابا غير ياغورت الصراحة ناخذو واتاي شي حاجة اخرى صراحة ما بقات لي شي حاجة بعد نمشيو نحطو هادشي في الطوموبيل ان شاء الله وهانتوما معايا اوكي خوتي العزاز المهم هنا غادي نوريكم شنو خديت خديت هنايا الزنجفيل خديت كيميون كمون خديت زرد الشال اللي هو الخرقوم وهنا خديت شويه ديال القرنفل طارشين كابوك ياك طارشين كابوك كابوك بايلي هادشي اللي كاين حوري قلت لكم هذا القرفان بغيت نقول لكم قلت لكم قرنفل اليوم قلت لكم القرنفل ولكن هو راه قرفه انا القرنفل والقرفه كيتغلطوا ليا المهم سمحوا لي راه القرفه هذه ممكن ما مطحوناش طبيعه الحال العود المهم بقى لنا دابا غير الياغورت نمشيو ناخذوه وهذا ما كان خصي هذا السيد هنا التقدي ديالي وكل شيء المهم عليها هو مايس كيكون فيه الجوع كناكلو الرقاق هذه الربيع وديلاوتو ياك ديلاوتو هنايا التوابل هنايا الطماطو الجزر المهم الطماطو الجزر خديت غير شويه الصراحه كما قلت لكم هنايا علي كي تاني بوشيت والعنب صافي الشكاره ديال عالي ما كان شحال عمر نبي بزاف 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 عمر بزاف ما كنبقاش غادي نلقاو بلاصه نبي على شحال شوفوا الناس كيدوروا يلقاو بلاصه ها غادي ناكلو كلشي ملي مديش على الحال جمعت الشعر ديالي حيت بغيت نقول هو سخون 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 وكنت كنتعرف من الشعر كويس صراحه ولا كنت طابقين وكيضيق بكم انا كنت شي حاجه ولا تقدروا صوتو ديال هاد لاماك شي كاين اخو فيها زاز هذا ما كان هادشي كاين مول هاد النهار ديال القضي والشغل ديال الدار ومنها نغيرو شويه ديك الروتين ديال الدار المكتب ديال الدار قبل ما نجي نتفطاو هنايا برا ايوا هذا ما كان ايضا الا لاحظتوا ما خديت لا الدجاج لا اللحم لا حتى شي حاجه حيت ديجا عندي كلشي في الدار تقديت قبل ما ندير لكم فيديو تقديت اللحم تقديت الدجاج تقديت هذوك الكينتاكي الدجاج الكينتاكي تقديت هذوك البطاطس اللي كيكونوا محشيين من الداخل كدا المهم تقديت داكشي كامل شي حاجه كتخص الكونجيلاتور تقديتها كلشي بقى لي غير لتحت لا جا نورمال تقديت نمشي معايا شنو خديت دابا ومازال صراحه باقي خاصني ندير دخول ولكن دابا ما في بالي حتى شي حاجه ايوا هذا مكان قبلوا علينا توحشنا هادشيز بلدر اوكي المهم دابا غادي نقول لكم باي باي لا نقول لكم باي باي تال تناكلو كلشي يلا واحد ايوا المهم سي عزاز غادي نوريكم غادي ندخل لواحد لاماركت هنايا بورلان بورلان المهم اول مره غادي ندخلها بصراحه بغيت نشوف ايضا ناخذ فكره بخصوص الديكوراسيون ديال الدار نشوف اذا عجبتني شي حاجه بدات ناخذ بدات خلا ما نقدر ندور لكم هنايا دويره شوفوا المكان هذا كبير 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 بزاف كل بلاصه مخصصه بشي حاجه المهم علي ما هذا يا هذا ما هذا
لأنه الجمال أنا كنشوف هنا الجمال، الجمال الطبيعي. تعرف هالجمال من هون؟ تعرف شنو عين الجمال هنا؟ لا والله شايلين لنا هالجمال. الجمال في البخي ديالو ياك؟ من؟ بصراحة باين كاين بزاف ديال الشوط. واه شوف هاد المخدة زوينة. ما شاء الله سعر يمكن 80؟ مش أنت تروح على الكاشير؟ والله عن جد هذا. شاطرين. شفتي ما معالي كل جن؟ لا هذا تشوف. ما نشوفو. لا لا مبينة عليه سميتو. مبينة عليه شي حاجة زوينة. ها؟ شوفوا لي بخي ديالو ماشي نورمال يعني بصراحة شوية طالعي. عرفتو؟ شنو يلا دوي يلا تدوي قولي شنو قلتي قولي شنو قلتي دابا كتقلدني. المهم دابا انا كنتسنى ضربوا لي على هالطاولة. شوفوا ضربوا لي على هالطاولة. المهم اختي عزات كنتسنى بفارغ الصبر انت غتجي الطاولة ديال الصالة مونجي ديالي باش نخلي هاد اللعيبات بطبيعة الحال بالمعاونة ديالكم بالرأي ديالكم أيضا. باقي ان شاء الله خصني ناخذ بزاف ديال لي تروك. شوفوا راه اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها فيها علي كنديروا لا اشهار فابور. اوكي انا كندير هذا الاشهار على قبلكم حيت بزاف منكم كيقول لي شاركي معنا الاماكن اللي كتمشي ليها وكل شيء. هذا مكان شي اللي بغيت نقول لكم. شوفوا هذا ديال السيليكون فين تحطوا الكيك وكذا. فاش كتفكركم هذه علي فاش كتفكرك هذه يلا يلا عرفتيها انا عرفكم كتبعوا معايا الفيديو من ا تا زد. ماما غادي تشوفها غادي تقول والله الا هذه بحال اللي عندي في الدار. انت الوحيده شتي هالمعن ديالك كلهم كيتباعوا في تركيا. اي اي نضحكوا شويه. المهم شوفوا كل بارتي خاصه. هنا مثلا خاصه بالسوبيرات هادشي ديال الزاج فين كتحطوا المكسرات ايتو. المهم صراحه واعره هادي باين زوينه. شوف كذا كتحيد لها هاد السيليكون زوينه. اللي بغيتو كاين هذه اللي بغيت ديال البطاطس كتحطها هكا في السيرفيس. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشارك معكم الا خليت شي حاجه ان شاء الله اذا كثر شويه بشويه. هادشي ما عندنا هنايا في تركيا وحق الله العظيم زعما شوفوا هنايا خاص بالموس داكشي كامل. شوفوا البيبي دعتكم شو وليد صغير ها انت ما شوف الاتاويش يا اختي. ايوا الله يرزقنا الدريه الصالحه تحطوا فيه تحطوا ليه اللعيبه ديالو هنايا. ايوا حتى هناك او شحال كيوت. هذا خص يكون شي ولد عز على هادشي ديال الصاروخات كيتفرج فهادشي ديال المخيات ها انتما نازل عليه الكره بصراحه واعره البنيتات. ها انتما البنيتات كاين غير الارنبات وكاين البقره. حاقرينكم ها ما شوفوا انواع ديال الطباصل اشكال وانواع صراحه واعرين بزاف. شوفوا هاد البلاصه الجميله واعره واعره صراحه زوينه هادشي بزاف. هادو حق الفطور عالي بو بريباري الفطور الوطا ديال الصباح. هاد الحلوين الزاج ديالهم قاصح ديال بصح حق الله. كتسلق البيضه وكتحطها هكا فوق منها صراحه زوين. كان عندك ضيف ولا شي حاجه ما حنايا نديروا على الطبسين بلا هادشي ديال الزواقات وكذا. شوفوا هادي ديال لاصوب زوين. عرفتي انا ما كرهتش نلقى بحال هذيك ديال الوليده. ها انتما انتما شوفوا شوفوا ضربوا لي على هذه. هذه واعره هيك عالي. هذه فنه والله فنه 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 ديال بصح قال شيكتان. واو شوف واعره واعره هادشي بزاف. عرفتي انا لاحظت بالي غادي نخرج شي كامل كنقول لكم عليه واعر 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 حسن نشوف ما بقى عندي بلاصه في البلاكار. كبير عندكم اختيار اخوتي الصراحه. بيطاس والله الا هما ها انتوما بحال اللي عند الوليده. ها هي خص غير هذيك ديال لاصوب فين هي هادو. لا خص بحال هذه بحال هذه وكاين في هذا الزواق. والله حتى بحال اللي عندك ماما. ها انت لقيتها خصي نلقى غير هذيك اللي كتحط فيها حريرة حسوة ما لقيتهاش. اوكي اخوتي عزاز المهم جينا هنايا الكافي فيانا دجا شويه معانا
المهم غادي نوصلوا هنايا قهيوه. باركود. ايوا هذا المكان اخوتي عزاز. ايوا هنايا ماشي سيلف سيرفيس. لا لا بس سيرفيس. اخوتي عزاز علي غادي يودعنا ومن جينا هكا لفيانا باش نشربوا القهيوه ديالنا ونحلوا شويه قبل ما يمشي طبيعة الحال. علي صافي غادي تمشي تخلينا؟ ها؟ خلاص لازم دابا. ايوا هذا مكان المهم غادي نبقى غير بوحدي بصراحة. غادي تدوزوا معايا الكمالة ديال الفيديو ان شاء الله غير معايا. علي غادي يمشي للخدمة. ايوا هذا مكان اختي عزاز هذا الشيء اللي كاين بصراحة باين عليا من وجهي ما عجبنيش الحال علي يمشي يعني زعما نخرج معاه هكا نبروفيتي معاه الوقيته وكذا ولكن هذا الشيء اللي عطى الله ضروري خدمة. المهم خدينا هنايا الكيك ديال اوريو سميتها بحال ما هكا. انا خديت هنايا لاتي كنا بغيناها بصراحه ناخذ جو دورونج مي مع الاسف ما كاينش. وعلي هنايا خدا دوبل اكسبريسو. هذا ما كان يلا كلينا دابا غادي ناكلو. المهم الحمد لله. هاي ديم هادي قروش اش كنت انا نمشي ندفع الحساب قبل ما يمشي. بغيت ناخذ دي تخوك طبق حالا لقيت داكشي اللي بغيت. المهم شوف هاد الحقيبة صراحة عجباتني انا مغيرة على دوك الحقيبات اللي عندي في الدار الحقائب اللي عندي في الدار صراحة زوينة زوينة الشيك. شوفو عندي زويد من هنايا باقي هادي تاهي غنلصق عليها عادي. المهم هادي من هاد لاماك انفيت كولور اوف بينيتون صراحة هادي تاهي ماركة زوينة بحالا بحال يو اس بولو صراحة تلقى داكشي واعر واعر واعر. اوكي خوتي عزاز قلت لكم ديجا انا جاي لهنايا باش ناخذ دي تخويك. المهم بغيت ناخذ العالي هاد الحقيبه هكا من بيير كاردين طبعا الحال. نقول لك كيف جاتكم واش عجباتكم ولا لا. بصراحه واعره واعره بزاف بزاف انا عجباتني. شوفوا فيها حيت عالي ما عزتش على شي حاجه تكون كبيره عزاز دي تخويك كيتشيات يكونوا صغار بحال هكا كيحط فيها وريقاتو كيحط فيها الباسبور ديالو كيحط فيها سميتو لا كارت ناسيونال ديالو كيحط فيها فلوسو وكذا ما يعجبش يبقى داير في الجيب. راكم عارفين الا كثرتو على الجيب ديال السروال كيتقطع السروال مع الوقت. المهم ديما علي مع هاد الشكره قلت ناخذ لي هادي تكون كتغيير وكذا ليا كيف جاتكم واش عجبتكم ولا لا. عتي واعر واعر صغير ولكن ما تحقروهاش راه غارقه صح. حتى ديك اللي عند عادي زوينه كانت عنده ديجا وحده وهذيك ما عرفتش شنو طرا ليها. المهم قلنا نبدلوها ومن بعد خدا هذه دابا اللي كتشوفوا كيلبسوا دابا غادي يبدل هذيك وغادي يلبس عوض هذه. المهم باش تسد كنخدم غير بيدين وحده. المهم قولي كيف جاتكم غادي يفرح بزاف عالي. المهم في خبر والو بلي غادي ناخذ لي هذه عندي عليه سوبريز. عجبتني ايضا هذه البيجامه بحال ما هكا. شوفوا هذه هي السريويل ديالها هو الداخل في اللون ديال هذا الكنال كتشوفوا هكا الجنيبات. المهم قلت ناخذ العالي خديتها لي في طي اس كتبان بحال ام ولا ال بحال ما كتكونوا عارفين انتما بجمات كيف كيف كيكونوا كيكونوا عراض شويه. المهم قلت ناخذ لي هاد اللعيبه بحال ما هكا. المهم هاد النهار ديال العالي ما عرفتش علاش شهيت ناخذ لي شي حاجه صراحه ما كاين حتى شي زعما شي ايفينمون ولا شي حاجه باش ناخذ لي. المهم ماشي ضروري ايفينمون. المهم كيستاهل كثر هذا مكان. المهم هنايا كنت دايره ليا في الباكيت بحال الحال حيدات حتى الثمن وكلشي حيت هادي طبعا. ايوا هذا مكان. اوكي بصراحه طاح الظلام غادي ندخلو هنايا ليو سبورو
نشوفوا شنو كاين، نشوفوا لي تروك لي سيزون. بصراحة علي أكيد غادي يعجبو الحال بزاف اللي يشوف المشتريات اللي خديتي وكذا، غادي ندير ليه سوبريز زوينة ظريفة. إيوا هذا مكان من المحل ديالي، غادي نمشي ديريكتومون لواتسونس، بغيت ناخد واحد السيروم الشعر تقاد عليا الصراحة. إيوا هذا مكان كنت بغيت ناخد الصراحة في بغوش، ولكن ما لقيتش داكشي اللي بغيت. عطاوني واحد لي كابسول ديال السيروم، ولكن هذاك السيروم اللي عاطيني باش كيداوي الشعر وكذا، وديجا وروني واحد السيروم هذاك ديجا عندي بصراحة، ديجا اللي كان شارك معكم قبل ملي كنخرج من الدوش وكذا، هذاك ديجا شايفين معايا ديالي بقوشه. ايوا هذا مكان عامر الدنيا، عامر ما شاء الله. اوكي الصراحة هذا السيروم هو اللي بغيت ناخذ، بلا سمحوا لي هذا اللي كتشوفوا معايا دابا، صراحة واعر واعر بزاف. ديجا جربته شعري بصراحة واعر، خلي الشعر زوين، كديروا غير مرة واحدة من بعد الدوش ملي كتنشفوا شعركم وصافي. عييت ديال بصح، عطيت شي ثقيل وحق من راضي، هاي ما عندنا ما نديرو. الله يا ربي، مني تشوفوا هاد المنظر عرفوا نعيمه راه وصلت لدارها. المهم الحمد لله جي بيان ريفي، بقى لي الدار هكا 2 مينوت ميم با، ان شاء الله غادي نكون في الدار. زهنا رجعت لكم، المهم جمعت شعري بحال ما هكا، ناري سيب لك يعصبني شعري ما شاء الله. كشي نهار كنقول غادي ندير الفريزي وصافي، غندير كوب كارسو وغادي نهني راسي بحق الله العظيم. نيت كنحرش من الشده ندير شعري، راكم عارفين الشعر طويل صعيب بزاف انا كتعتني به وكذا. اون فيت يلا دخلت للدار غسلت يدي داسي وكلشي. المهم بالنسبه للغراض اللي خديتهم ديجا من ميكروس راه باقيين مع علي في الطوموبيل، قال لي بلا ما يبقى متقل عليك داكشي وكذا خليهم غير في الطوموبيل تنسالي خدمتي وكلشي. وشوفوا على حظ يلا دخلت غير دابا وحق الله العظيم، وربي شاهد ويعيط عليا دا علي دابا قال لي انا جاي للدار ناري مزيان. عرفتي كتعوال انا غادي جيت ديك 11 ونص بحال ما هكاك، حيت اليوم مشى متاخر للخدمه، مشى معطل ودابا غادي يجي. بما جا هو غادي نكون انا صليت توضيت وكل شيء ان شاء الله الى كتاب. المهم شنو بغيت نقول لكم، الله يا ربي حاسه اليوم الحراره 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 وحق الله العظيم، لابسه غير هكا والصراحه هذه التوب ديالها شويه سخون، يعني واخا كتشوفوا لابساني نصكم كذا ولكن التوب ديالها زوين زوين بزاف. كان بصراحه منني تمشيت شويه غادي نحس بالعيا طبيعه الحال وغادي نطيح كاو، ما يمكنش دابا غير علي يجي. المهم غنعيط عليها نقول لي شحال بقى لك، واش الا بقات له 5 دقائق 10 دقائق بحال ما هكا، ما نبدل حتى يجي هو وكلشي عاد باش نبدل حويجاتي وكذا باش ندير نعطيه السبريز ديك لكم. ديجا داكشي اللي خديت ليه بغيت نشوف ردة الفعل ديالو، اكيد اول حاجه غادي يسولني غايقول لي شنو هي شنو المناسبه علاش خديتي لي هادشي. ايوا دابا كنخوتي العزاز الله يفرحكم الله يسعدكم في حياتكم الله يسهل على الجميع، وكنبغي نشكركم بزاف على الكومونتيرات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وكلشي كلشي كلشي، شكرا لكم بزاف بزاف وحق الله العظيم ما تصوروش شحال قداش كنفرح ملي كنشوف الكم الهائل ديال رسائلكم، الكم الهائل ديال دعمكم والدعاوي ديالكم ديال الخير، وحق الله العظيم الا كنفرح 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 ديال بصح. شكرا لكم من اعماق القلب ديالي. سلامتك. الله يسلمك جماعة، كي داير لاباس عليك؟ والله الحمد لله فضل الله، ماشي بخير الحمد لله. اش كتعاود؟ تبارك الله الزوز اللوز. المهم داكشي اللي خدينا كله ها هو كيف ما ضربت رجلي، هادشي كامل غادي نسفو دابا. طبعا هي لحالها بسطت لها انا حيت انت يا عيال يا بون دابا هذا مكان ها؟ تعبت شي؟ اه يا روحي الغزال ديالي الغزال ديالي نتايا. المهم كنت عزاز غادي نسف هادشي من بعد ان شاء الله نرجع لكم يلا. اوكي راجل العزيز ارتحيتي دابا شويه؟ ايوا الحمد لله فضل الله. الحمد لله فضل الله، عندي لك واحد سوبريز سوبرايز واحد المفاجاه اللي ها حب المفاجاه. اه واخا صراحه ما بتعودش عليه من يعني ناحيتي انا صراحه ما عنديش عين ندير مفاجاه حيت كنخاف تكون شي حاجه ما تعجبوش ولا شي حاجه. المهم قبل عليا وصافي
اول حاجه قبل ما تشوف المفاجاه قبل عليا صافي وقول بسم الله. بسم الله يلا اخا على الحين ما خاف يعني ما تقولي مفاجات بس من طرف ما قول عجب يعني في برانك عجب في برانك عجب هاكا قول بسم الله. اوه لا لا سويتها كمان باكيت وشي يلا مهم والله لا تدري والله العظيم بدون ما اشوف جواتها بس هذا الباكيت وشكرا اسمه يعني قاشك تانتا شكرا درم وزايدا كيف قلت لي بلاتي سوري كيف ما قلت له باكيت هيدي يا فارما عرفتي فارما والله شعبك ما عم اعرف احكي تركي ما هي قصدي تدري يعني هاي صدمتني اكثر من الجوات دمي صرت ما اعرف احكي بالتركي من هون بتعرف انه قرشك يعني هاي قرشك تنصدمتني دمي يلا هيدي افتح هيدي قول بسم الله بسم الله والله العظيم قرشك مفاجاه هاي انت باقي مفاجاه واحده اخرى هنايا والله كذا هي لك مفاجأتين ما تطلع لك بسم الله والله العظيم سلم الله عليك قرشك تم هاي كان لازمتني اياها والله البسها نشوف هاي تشوف هاي ما صغيرة بس قد زيدة عندك ايه تشوف حطي اذا حطيتها هيك واي 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 قرشك عليه ما توقف عليك هلا حتى اذا مثلا هيك بس دقيقه كلاس كلاس صح متبين مثلا الماركه حتى يعني كواليتي شو كان اسمه دقيقه والله هي حلو قرشك ماركه ما حط الماركه تشو ما تشسو الماركه ديال الماركه ديال الماركه ديال الشنطه نفس الماركه ديال الملتان ديال عالي ديال القميصه اوكي راح ندوز لل هاي الثاني هاي دي يلا جز والله يا. هاي اكيد فيها الحين هاي تو هاي تو كده بس هاي اكيد فيها فاهم مالك قول بسم الله الرحمن الرحيم قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هاي. هاي. كمان هاي فيها باكيت دي لا لا شوف كي يشوف الماركه وكي يشوف كل شيء مدق هاي ما هاي تحق البيجامات ماركة خاصة على البيجامات والله كذا ناصل بنطلون ناصل تشوف شوف البنطلون النصل فيه جيب كمان مثل ما عم تحب والله هذا النصل مشكل دمع والله كذا شوفوا سلم بياتك والله هاي تجربة تشوف خش كذا بعدين تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله الله يتواعر جاتك زوينه زاد البي الشكنسه لازم تكون حلو ايوه لازم تكون الشكنسه هيك مريحه مشان لا بس والله يا ريت لو اخذت لك ال كمان ما شاء الله عليك شكنس وصار ما يجيك الاس كمان هذا هو لا تعد الشكنسه لا لا بس هذا هو حلو حلو جات معك راحت ايه والله انها صارت تشكر يا درم جنم ما تستاهل اكثر تشكر الله شكرا وتاسك البيجامه العفيري ديالي ها والله لونها حلو والله قرشك لانه في عندك احمر شفت ايه وحده بالاحمر اللون يا سلام علي وكين قلت عندك احمر لا في مازال غناخذك وحده اخرى تكون الوان هكا صراحه زوينه انت ما عندكش مع البيجامات سبحان الله العظيم علي ما عندوش مع البيجامات صراحه ما بحب ما لا تنقص هيك شكون اسمه حتى اذا رحت على ماركت لا ما يقدرش ما يقدرش علي منادنا تشكر التب يا عزاز نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وطبعا الحال يكون مغير على الفيديوهات الاخرين المهم هذا ما كان نخلي لكم على خير تصبحوا على خير نتلاقاو ان شاء الله صباح الخير نلتقي في فيديو ماجي ان شاء الله في الفيديو الماجي ومخلي لكم على خير باي باي